قناة شباب نتني، والسلام عليكم. تحدث الناخب الوطني هيرفي رونار لأول مرة عن قضية مغادرة اللاعب عبد الرزاق حمد الله معسكر المعمورة أياما قليلة قبل انطلاق أمم إفريقيا بمصر بسبب خلافات مع بعض لاعبي المنتخب. وقال رونار اليوم السبت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المغرب مع ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات: على الجميع داخل المنتخب أن يتحمل مسؤولية الخلافات التي اشتعلت داخل المعسكر العددي، وتابع: أفضل أن يغادر لاعب قبل البطولة عوض القيام بذلك خلالها، في إشارة منه إلى أنه كان لا يرحب باستمرار هداف الدوري السعودي ضمن كاتبات الأسود في الكأس. وشدد المدرب الفرنسي على ضرورة نسيان ما وقع في معسكر الأسود بالمغرب والتركيز على تحقيق لقب أمم إفريقيا فقط. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.